أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. جاءتنا رسائل كثيرة، وفي هذه المرة انتقيت هذه الرسالة من دكتور محمد، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى المدعو بطرس زكريا. فيها 8 أو 9 نقاط. أولا، هذه التمثيلية السخيفة التي تقومون بها مع مذيع يقوم بدور الأراجوز وتطلقون عليه اسم أشرف الخلق لا تنطلي على أحد. ثانيا، الحديث المسائل الفكرية الكبيرة والمتعمقة، وخاصة إذا كانت تتعلق بالدين، يجب ألا تكون بنظام المونولوج بحيث تسأل وترد عن نفسك. ثالثا، لا أدري لماذا تحمل نفسك أيضا وزر إضلال غيرك، أفلا يكفيك ما أنت فيه من ضلال. رابعا، تعيب على الغربيين أنهم لا يستطيعون الرد لأنهم لا يفهمون اللغة العربية جيدا، فكيف وأنت تفهمها؟ خامسا، لقد تحدى القرآن العالم أجمع، وما زال التحدي قائم على أن يأتوا مثل هذا القرآن، إلى آخره. ثم أتحداك أن تنشر خطابي هذا أو فقرات منه على المشاهدين. أنا تعودت في حياتي أنه not to react but act، مش أرد الفعل لكن أتصرف. في الواقع يا دكتور محمد، كلامك كله بالعاطفة، والكلام الذي ينطرح في هذا البرنامج كلام كله مسنود بحقائق نشرت من مراجع إسلامية وليس مراجع غير إسلامية، فهذه تكفي. أيضا أذكر آية واحدة نحن نعيشها، وتقول: ما من خليقة تخفي أو تخفى على الله، بل كل شيء عار مكشوف لعينيه، وله نؤدي الحساب، ونحن نؤدي حسابنا إلى الخالق وليس لك ولا لأي إنسان. تفضل. ومن ضمن الكلام اللي بيقوله أن حضرتك يعني تمثيلية، وأنك أنت مش اسمك محمد يعني يعني ما انتش مسلم اصلا، يعني شيء مضحك. فهل انت تحب تقول له حاجه عن نفسك يعني؟ نعم، انا شاركت في اول برنامج انه اسمي في الاسم الحقيقي هو محمد، ما عنديش اسم انه او سبب افتعل او اتصنع اسم اخر، وما ما عندي اي شيء اكسبه من تغيير الاسم. لكن المهم انني تاكدت أين سأقضي أبديتي، وأنا المؤمن كما وأنا أتأمل أنه دكتور محمد يرى هذا البرنامج، أنه متأكد كما أنت تراني الآن وكما يراني الملايين من الناس، أنني متأكد أين سأقضي حياتي الأبدية حسب وعد الكتاب المقدس. أمين. وطبعا أنا مش مستغرب أن يجي لنا خطابات بالشكل ده، بيجي لنا كتير، وكل الناس المنفعلين دولت في البداية غصب عنهم بالتأكيد. نعم. لأن حاجة 14 قرن عايشين فيها صعب أنها تواجه بالحقيقة، لكن أنا بصلي أن ربنا يشرق بنور معرفته في حياته. إحنا ما لهاش هدف تاني. نعم. أما كون أن إحنا الحوار يبقى بطريقة المونولوج، إحنا مش حوار، إحنا بنطرح تساؤلات، وبنتمنى أن حد من أحبائنا علماء الأزهر أو الإسلام يجوا يشاركونا ويردوا على كلامنا بدون انفعالات. وبدون تهزيء، بمنطق، وبدون إهانات، لا خليه وكلمات يقول. لا تخلو من الغضب، لا ما يهمش، خليه يقول اللي هو عايزه، يفرج عن نفسه. لأن احنا لازم نتسع للكل. نعم. أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا لبغضكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. احنا ما لناش مصلحة شخصية. نعم. عشان نزعل لكرامتنا. شكرا. فمرحب بك أخ محمد، ومزيد من الخطابات أهلا بك. تكلمنا في الحلقات الماضية عن مصادر الكثيرة للإسلام، وأيضا هناك مصادر أخرى هي الفارسية أو الزردشتية، فهل تذكر لنا بعض هذه المصادر أيضا؟ هو بالتأكيد في حاجات وجدت في القرآن بالمرجعية بتاعتها وبالبحث العلمي والمنطقي وجدت أنها موجودة في الفارسية والزرادشتية الفارسية. منها مثلا قصة الإسراء والمعراج. يا ساتر. قصة الإسراء والمعراج اللي هي في سورة الإسراء
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المصدر بتاعها موجود في كتاب الأساطير الفارسي اللي اسمه أرتاوراف نامك. كتاب موجود لحد النهاردة ممكن يتقري. بأي لغة مكتوب؟ باللغة البهلوية اللي هي الفارسية القديمة. نعم. منذ 400 سنة قبل الإسلام أو قبل الهجرة. الأسطورة بتحكي عن الدين الزرادشتي انحط قوي. فابتدوا يعملوا أسطورة إن واحد طلع إلى إله زرادشتية اسمه أرتاوراف. ولما هناك قابله ملاك رئيس ملائكة اسمه سروش. وسروش أخذ وقدمه إلى العزة الإلهية الزرادشتية اسمه أورمزد. وهناك توصل إلى أورمزد وشهده ووصل إلى هذا المعراج وكتب هذا الكلام في أرتاوراف نامك لما باركه إله أورمزد وأرسله عشان يقوي الإيمان في الزرادشتية الفارسية. غريب. ترى هل ممكن تحكي لنا شيء من هذه الأسطورة الفارسية؟ في عبارات عجيبة تنطبق تماما على الكلام اللي في الإسراء والمعراج. ففي الكتاب بتاع أرتاوراف نامك في فصل 7 فقرة 1-4 قال أرتاوراف. عفوا، هل هذا الكتاب متداول في هذه الأيام؟ موجود في الفارس في اللغة القديمة البهلوية إلى الآن محفوظ في المخطوطات، تقدروا حد يشوف. ما احنا وصلنا إليه إزاي؟ انت و... نعم تفضل. يقولوا إيه؟ وقدمت القدم الأولى حتى ارتقيت إلى طبقة النجوم ورأيت أرواح أولئك المقدسين الذين ينبعث منهم النور كما من كوكب ساطع ويوجد عرش. ثم استفهمت من سروش المقدس ومن الملاك آزر ملاك النار عن المكان وعن الأشخاص. عبارة تانية يقول لك في فصل 11، أخيرا قام رئيس الملائكة بهما من عرشه المرصع بالذهب فأخذني من يدي وأتى بي إلى جوهر زرادشت السامي العقل والإدراك، وقال بهما: هذا أورمزد، ثم إني أردت أن أسلم عليه. فقال لي: السلام عليك يا أرتاوراف، مرحبا أنك أتيت. ثم أمر سروش المقدس والملاك آزر قال أن احمل أرتاوراف وأري العرش وثواب الصالحين وعقاب الظالمين في الجنة وجهنم كالمعتاد. واخد بال حضرتك؟ نعم. نفس الكلام تقريبا، نفس القصة. نفس القصة. هل توجد في الحضارات الأخرى أي ذكر مثل هذه الأساطير أيضا؟ برافو. وجد أيضا شبيه لسوق قصة الإسراء والمعراج في الديانة الهندية، عبادة الأصنام. في كتاب إندرلو كومتوم بمعنى السياحة إلى عالم إندره، قال فيه الهنود إن إندرا هو إله الجو، وذكر فيه شخصا اسمه أرجنة وصل إلى السماء وشاهد قصر إندرا السماوي، وهو قصر في بستان وفي ينابيع أبدية تروي النباتات الخضراء النضرة، وفي وسط ذلك البستان السماوي شجرة تسمى باكاش جيتي. ويعتقد الزرادشتية أيضا بوجود شجرة تسمى الزرادشتية فارس زي الهند. الأسطورة الهندية عندهم شجرة، وهم برضو عندهم شجرة اسمها جوابة في الجنة تروى من الأنهار فتنبت هناك كل نباتات على اختلاف أنواعها. يبقى في إسراء ومعراج. نعم. فارسي زرادشتي وفي إسراء هندي. ترى أي ثقافات أقدم، الثقافة العربية أم الفارسية أم الهندية؟ لا، الفارسية أقدم، فهي اللي أثرت في كل هذه الثقافات. وأعتقد أن الإسراء والمعراج مأخوذ من هذه الثقافة الفارسية. ترى هل قصة الإسراء والمعراج هي الشيء الوحيد الذي تأثر به القرآن من هذه الثقافات
الفارسية والزردشتية. لا، هو في حاجات كتير. يعني مثلا الإسراء والمعراج واحد. حور العين ليس لها نظير في أي كتاب سماوي، لكنها موجودة في الزردشتية. حور العين، يعني كلمة الحور العير هي مستقاة من الزردشتية. مصدر كل هذه التعليم هو كتب الزردشتية، إذ لا يوجد أثر لها مطلقا في الكتب السماوية، ولكنها ذكرت في كتب الزردشتية والهندية. ومن الغريب أن ما ورد فيها يشابه مشابهة غريبة ما ورد في القرآن والأحاديث. زي مثلا جاء عن الحور في سورة الرحمن آية 72: حور مقصورات في الخيام، وفي سورة الواقعة: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وده مأخوذ من الزردشتية القدماء عن بعض أرواح غادات تسمى في اللغة البهلوية حور. حور زي حور، مش كده؟ ولم يقتصر ذكر هاته الغانيات السماويات في كتب قدماء الفرس فقط، بل في كتب قدماء الهنود، وقالوا إن اللي بيعشروهم هناك في السماء هم الشهداء في الحرب، اللي يقتلوا في الحرب لهم حور هناك في السماء. نفس المنطق، اللي بيقتل في الأرض شهيد مسلم بيروح إلى الحريات، 72 حرية، نفس الشيء. نعم نعم، شيء محزن. ما هي معتقدات الزردشتية الأخرى إن كان هناك أشياء أخرى مشابهة؟ إحنا قلنا الإسراء والمعراج، نعم، وقلنا حور العين، وهناك أيضا الجن. الجن، كلمة الجن مشتقة من اللغة الفارسية القديمة البهلوية، لأنها وردت في كتاب أفستا، وهو كتاب الزردشتية المقدس ودستور ديانتهم، بهذه الصورة والصيغة، وهي جني ومعناها روح شرير، فأخذ العرب الاسم نفسه من الزردشتية. وأيضا يوجد قصة خروج عزازيل من جهنم، اتخذ المسلمون قصة خروج عزازيل من جهنم من الزرادشتية. ورد في قصص الأنبياء: خلق الله عزازيل فعبد عزازيل الله تعالى 1000 سنة في سجن، ثم طلع إلى الأرض فكان يعبد الله تعالى في كل طبقة 1000 سنة إلى أن طلع على الأرض الدنيا. فنفس الحكاية موجودة عند الزرادشتية، عزازيل لما طلع وأفرج عنه إلى الأرض. في بيضه حاجة تانية اللي هي في كتاب عرائس المجالس صفحة 43، أن إبليس يعني عزازيل أقام 3000 سنة عند باب الجنة بالأمل أن يضر آدم وحواء لامتلاء قلبه بالحسد. الكلام ده جه في الزرادشتية بندهشينة فصل 1 و2، أن أهرما اللي هو يعني إبليس كان ولا يزال في الظلام غير عالم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وحريصا على إيصال الضرر للآخرين، وكان في القعر في المنطقة المظلمة، ولم يكن يعرف بوجود أزم أور مزد. وأخيرا طلع من تلك الهوية وأتى إلى المحل الباهي، ولما شاهد نور أورمزد ذلك اشتغل بالأبرار. توجد مشابهة بين هاتين الروايتين، وهي أن عزازيل في الإسلام اللي يبقى اسمه في الزرادشتية أهرما دخل الوجود في سجن في الهاوية، وصعد كل منهما من هناك وبذل جهدهما في الإضرار بخلق الله. طب أنا عايز أقول حاجة، هو عن إبليس. إبليس يعني الله يوحي بأمور موجودة في أساطير الآخرين، ده سؤال بيطرح نفسه. وكأني أسمع تقول أنه هذه الأساطير أو الأقاصيص التي وردت في القرآن لم أو لا يوجد لها مماثل في التوراة أو الإنجيل، فيش. وما يتخالف مع التوراة والإنجيل فكأنك تقول هو ليس من الله، لأن الله لا يعني بيعلن ذاته وأعلن ذاته في الكتاب المقدس، ورانا سر الخليقة وكلها
ازاي ده يتغير على مدى بعد المسيح بسبع قرون يطلع حاجة جديدة ومشابهة للأساطير الهندية والفارسية في حاجات كتير زي ما قلنا الإسراء والمعراج. نعم. وقلنا الحريات وقلنا العزازيل. نعم. يعني حاجات غريبة في كتير. أنا أشاركك السؤال نفسه بطريقة أخرى، أنه أيعقل أن الله ينزل دين ثم دين ثاني ودين ثالث وأحد الأديان يخالف الأديان الأخرى؟ أؤمن أنا شخصيا أن الله كلي المعرفة وكلي الوجود وكلي القدرة، لا يمكن أن يغير رأيه بين يوم آخر، وهذا علامة استفهام عندي أنا شخصيا في هذا الأمر. تمام. نعم. تمام. وبعدين يروح يجيب من الأساطير. سؤال يطرح نفسه، وماذا عن نور محمد؟ هناك أي شيء يتكلم خارج القرآن عن دين محمد، عن نور محمد؟ في الأول نور محمد في قصص الأنبياء أن محمدا قال أول ما خلق الله نوري، فصفحة 2 وجاء في روضة الأحباب أن محمدا قال لما خلق آدم وضع الله على جبهته ذلك النور، وقال يا آدم إن هذا النور وضعته على جبهتك هو نور ابنك الأفضل الأشرف، وهو نور رئيس الأنبياء الذي يبعث. ثم انتقل ذلك النور من آدم إلى ذريته حتى وصل إلى عبد الله ابن عبد المطلب، ومنه إلى أمنه لما حبلت بمحمد. قصص. وماذا عن بقية الناس؟ مصدر هذه القصة مصدر هذه القصة هو في كتب الزرودشتية، ورد في كتاب فارسي يدعى مينوخرد أن الخالق خلق هذه الدنيا وجميع خلائقه ورؤساء الملائكة والعقل السماوي من نوره الخصوصي. وتذكر الأسطورة الفارسية النور الذي كان في أول رجل خلق على الأرض زي آدم، ويقصدون بهذا آدم أبو البشر، انتقل من واحد إلى آخر بالتتابع، وهذا يوافق ما ذكر في الأحاديث بخصوص نور محمد. مأخوذ منين ده؟ مأخوذ من الزرادشتية أيضا. علامة سؤال. نعم. إلى الآن رأينا 6 أمور من الديانة الفارسية والزرادشتية التي تشابهت مع القرآن والحديث، ولكن لي أنا سؤال أريد أن أسأله، وهو الصراط المستقيم. هل يوجد أي شيء يشير إلى صراط مستقيم الذي مئات الملايين من الناس يدعون ويصلون على الله اهدنا الصراط المستقيم؟ أيوة. والصراط المستقيم ده في الإسلام أنه حيكون حبل رفيع أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمشي عليه البشر، الكفار لما يمشي عليه يقع في النار، والمسلمين لما يمشي عليه يعدوا للبر التاني. أرفع من الشعرة. أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعني أشياء. أولا نشوف اشتقاق كلمة الصراط. أصلها ليس من اللغة العربية، ما فيش سرط يسرط صراطا. ما بيجيش. انت بتقول الصراط، انا بعرفها الصراط المستقيم. الصراط، ما فيش سرط يسرط صراطا، لا توجد، ما فيش الاصل والمصدر. نعم. ماشي. لان صراط معربه من اصل فارسي، عشان كده انا بقول صراط. فاصل كلمه صراط وتعني الجسر الممدود او القنطره. نعم. التي قال عنها الزرادشتية أنها توصل من الأرض إلى الجنة، فأخذها محمد نفس الشيء. فالعبارة الآتية مأخوذة من كتاب بهلوي يسمى دينكارت، الجزء الثاني فصل 81 في قسمي 5 و6، ونصه إني أهرب من الخطايا الكثيرة، ده زرادشتي. نعم. أحافظ على نقاوة وطهارة سلوكي، وإني أؤدي عبادتك لكي لا أعاقب بعقاب جهنم الصارم، بل أعبر على الصراط أو الصراط وأصل إلى ذاك المسكن المبارك المملوء من العطريات والمسر والباهر دائما.
فاتخذت، لأن الصراط المستقيم ده مش موجود في أي دين عندنا، لا يوجد. إحنا الصراط هو طريق الحياة في الأرض، لكن ما فيش صراط بالمعنى الشعرة اللي هتوصل إلى الجنة. نعم. إن اتفقنا معك أن هذه العقائد ذكرت هذه الأشياء، فكيف وصلت هذه العقائد إلى الجزيرة العربية وإلى محمد نفسه؟ وعلى افتراض أن محمد كان أميا، فكيف تثقف بهذه الثقافات الغير عربية؟ قصة أمي بقى ومش أمي دي تردنا عليها، نعم، بما فيه كفاية في الجلسات اللي فاتت. لكن في روضة الأحباب أن محمدا اعتاد محادثة ومحاورة كل من يقصدونه على اختلاف ملالهم ونحلهم. هذا مذكور أين؟ في روضة الأحباب. ما هو روضة الأحباب؟ كتاب روضة الأحباب. نعم كتاب. وكان يخاطبهم بألفاظ قليلة من لغتهم، زي مثلا لما تقابل واحد أجنبي أمريكان ويبتعده جود مورنينج وكده يعني، فكان يخاطبه بلغات زي دي. القصص الكثيرة الواردة في القرآن، نعم، كانت متواترة بين العرب، الحكاوي بتاعت الليل والسهرات. حتى قال الكندي وهو من الكتاب الكبار العرب إن ذكرت قصة عاد وثمود والناقة وأصحاب الفيل ونظائر هذه القصص، قلنا لك هذه أخبار باردة وخرافات العجائز اللواتي كنا يدرسنها ليلهن ونهارهن. كانوا بيحكوا الحاجات دي ليل ونهار، الليل طويل. فقصص عجائز، نعم، زي معزة حاز ومعزة ماز ومعزة تضرب بالعكاز والكلام ده. وجاء في السيرة النووية لابن هشام وابن إسحاق أنه كان من صحابة محمد شخص فارسي اسمه سلمان الفارسي. وسلمان هذا هو اللي أشار على محمد بحفر خندق في إحدى معاركه، وهو اللي أشار عليه باستخدام المنجنيق في غزوة ثقيف في الطائف. وأكد أعداء محمد في عصره أن سلمان هذا ساعد محمدا على تأليف القرآن، حتى ذكرها محمد في سورة النحل آية 103: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لكن لسان الذين يلحدون إليه، اللي بيغمزوا عنه، أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والرد على حكاية إن لسانه أعجمي وده عربي، أمال اتكلم إزاي عن الخندق؟ أمال عرفهم إزاي عن المنجنيق؟ أمال كان عايش إزاي في الجزيرة العربية؟ ما تعلمش اللغة؟ فمش دي الحجة يعني بحسب تصوري. فإذا كان يجيد اللغة العربية ويجيد اللغة الفارسية، ونقل الكثير إلى محمد من الثقافة الفارسية. نعم. تساؤلي. نعم. دي كلها قراءات. تساؤلي هو ما رأي العلماء المسلمين في هذه الأدلة والبراهين، زي ما بيقول الأخ محمد اللي كان بعت الجواب، الدكتور محمد مش مونولوج، لا تعالوا احكوا لنا طولا وعرضا، هاتوا الأدلة وهاتوا البراهين المنطقية، نرجو أن تفيدونا بالردود المنطقية السليمة. فعقول الناس ما عاد يرضيها أسلوب خطب الجمع، نريد تغيير للخطاب الديني، نريد ردودا مقنعة لإنسان القرن الحادي والعشرين بالمنطق والعقل والحوار الهادف، وإن شاء الله نحصل على شيء. أنا بطرح كل هذه الأمور مش لسبب، أنا مش بتحدى الإسلام، لكن خوفي على مصير كل مسلم. هتروح فين يا أخي المسلم؟ أنت ماشي في سكة سليمة؟ ابحث ودور، أنا ما بتهمش، لكن أنت ابحث بنفسك وخد الكلام ده ودور عليه عشان خاطر تهدى إلى طريق الحياة الأبدية. وبسألك يا رب أنك ما تحرمش حد أبدا من النصيب الصالح والحياة المقدسة وياك والحياة الأفضل في السماء. أمين أمين. شكرا. لدينا سؤال أخير في نهاية هذه الحلقة، يقول: كم أشكر الله من أجل أنه أنار قلبي على معرفته ومعرفة الحقيقة، ولكن لازلت أخاف وأرتعب من الشيطان وجبروته،
فهو دائما يحاربني وكدت أن أراه متجسدا أمامي بعيونه التي تتقد شرارا يركز علي، فكيف أهرب من صورته المخيفة؟ بالتأكيد يا عزيزي الفضل، أول بنشكر ربنا على أنك أنت وصلت للنقطة الجميلة دي، وربنا يباركك ويزيدك. لكن عايز أحط قدامك حتة، أن الشيطان كان له هذا السلطان قبل المسيح ما يهزمه على الصليب. لما المسيح يخش في حياتك الشيطان لا يستطيع أن يمثل. أنا أقول لك حاجة بسيطة، بص معي، ولا مؤاخذة الكلب لما يروح عند الجزار ويخطف حتة عظمة ولا حاجة، الجزار يمسك عصاية عشان العصاية عشان الكلاب ويخبط الكلب على راسه، كلب يطلع يجري، يرجع يجي الكلب تاني عايز ياخد عظمة تانية، مش بيبص على العظمة، الكلب بيبص على ايه؟ على العصاية. اول ما يقترب كده بعدين يلاقي الجزار مسك العصاية يخبط ويطير. اخد بالك؟ ما يستناش. هكذا ايضا الشيطان زي الكلب، تمسكه الصليب، اصله انضرب بيه على الصليب، انضرب على راسه، سحق راسه. فاول ما تمسك في صليب المسيح وتقول باسم يسوع المسيح المصلوب، الشيطان ما يستناش، ياخد بعضه يجري ويهرب. المسيح هزم الشيطان، خليك في المسيح تغلب الشيطان والعالم. شكرا جزيلا، ونأتي إلى نهاية الحلقة، ويسعدني أن أشارك معكم ما قاله النبي داود عليه السلام في القديم، حيث قال: الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به. لأنه من هو إله غير الرب، غير الله؟ ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالإيل، وعلى مرتفعاتي يقيمني، الذي يعلم يدي القتال، فتحنى بذراعي قوس من نحاس، وتجعل لي ترس خلاصك، ويمينك تعضدني، ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي، فلم تتقلقل عقباي، سر مع الله ولا تبالي. شكرا وإلى اللقاء. آمين. شكرا شكرا جزيلا.